وسط الزحام الذي يعرفه عصر كل يوم، شارع محمد بن العربي الطريس في تطوان تظهر بين المتسوقين والباعة الذين يحتلون الرصيف فتاة لن يختلف اثنان على أنها لم تتجاوز العشرين بعد. التجار من ملاك الدكاكين التي تعني معروضاتها النساء خاصة، وأولئك الذين يتخذون من نصف الزنقة مقار لتجارتهم، وحتى أولئك الذين لا يتوقفون عن درع الممر جئة وذهابا، يتحينون فرصة للنشل، كل أولئك يعرفونها، وإن استمعت إليها وهي تخاطبهم يخيل إليك أنها تعرفهم جميعا. كل يوم عصرا بعد أن تغيب الشمس خلف البنايات التي تنظر إلى المدينة القديمة، تلك التي يناديها الجميع حرية، تكرر على مسامع كل الذين تصادفهم كلمات تشبه تلك التي رددتها أمامهم أمس والذي قبله وفي كل الأيام التي مضت. كل يوم تدعوهم إلى حفلة زفافها ورواحها إلى بيت حبيب، تقول كل يوم إنه آت يحمل إليها أجمل باقة ورد، باقة لم تر تطوان كلها مثلها. كانت فتاة بها من الحسن ما تمنته فتيات كثيرات، خصلات شعرها الشقراء وبياض بشرتها وقامتها الرشيقة وفستانها الأبيض، هي عروس حقيقية تتولى بنفسها دعوة الناس إلى عرسها الوشيك كي يكونوا شهودا على أجمل لحظات عمرها، تلك التي يأتي فيها فارس الأحلام ويحملها. الغرباء من المتسوقين تستوقفهم حالتها، منهم من يبتسم في وجهها ومنهم من يفغر فاه مستغربا. تتقدم إلى الذين يبدون أكثر اندهاشا، وبكلمات لا تنقصها اللباقة تدعوهم هم أيضا إلى حفل زفافها الذي سيقام غدا. أحيانا تعتذر لأنها لم تحضر معها بطائق الدعوة. حين يحل الليل وتعلو المكان أصوات أبواب الدكاكين وهي تغلق الواحدة تلو الأخرى، تنصرف دون أن تثير الانتباه، تمضي إلى باب عمارة قديمة في زنقة معركة أنوال، تجلس القرفصاء تتأمل الأرجل التي تعبر من هناك، لا ترى الوجوه ولكنها تظن أن الأحذية تشبه وجوه أصحابها. كذلك قالت مرة لعزيوز الذي لا يغيب يوما عن شارع محمد بن العربي الطريس، كانت بينهما علاقة بها بعض من حميمية طالما أثارت استغراب الكثيرين. حكايات كثيرة قيلت عن حورية، كل واحدة منها لا تقل غرابة عن الأخرى، حكايات تمازج فيها الواقع بالخيال وحضر فيها الجن والسحر والسحرة وأمور أخرى. تقول إحدى تلك الحكايات إن حورية الفتاة التي استقرت عائلتها قبل سنوات عشرا في المدينة القديمة جاءت من شفشاون، وإن والدها الذي توفي قبل 8 سنوات كان تاجرا معروفا في الأسواق الأسبوعية حيث كان يبيع الحبوب والقطاني، وإن حياتها انقلبت رأسا على عقب منذ مساء ذهبت فيه إلى الحمام رفقة بنات من الجيران كن في مثل سنها. قيل إن جنيا تملكها منذ إذن وصار يعدها بلسانها هي بعرس لم تر تطوان مثله، وإنها تضيف الحكاية التي لم يصدقها كثيرون، صارت تخرج كل يوم إلى الملاح وحيث يتجمع ناس كثيرون لتدعوهم إلى عرسها المنتظر. لكن ما حكته حورية ذات مساء لأحدهم وهي تجلس في باب تلك العمارة المهجورة في شارع معركة أنوال لم يكن فيه شيء مما قيل في كل تلك الحكايات التي أثثت مجالس كثيرة وعلى مدى سنوات غير قليلة. قالت الحاج المهدي وهو من التجار الأقدمين في سوق حي الملاح إنها كانت ضحية عصابة. يذكر الرجل أنها بكت وهي تنطق كلمة عصابة، وقد حاول أن يعرف منها ولو القليل عن تلك العصابة، ولكنها أمسكت عن الكلام وعادت إلى وضع القرفصاء تنظر إلى الرصيف ولا ترى من المرة إلا أحذيتهم. قالت مرة لعزيوز إن تلك الأحذية غالبا ما تعكس ملامح شخصية أصحابها. ضحك ولم يعقب على كلامها. قرر الحاج المهدي أن يعاود المحاولة. يعلم كما يعلم تجار السوق أن حورية عدا تكرارها الدعوات إلى عرسها الوشيك لم تكن لتفضي لأحد بما يجول في خاطرها،
وقد تفطن الحاج المهدي إلى أن عليه أن يختار الوقت المناسب للجلوس إليها. في المرة الماضية صادفها وهو عائد من صلاة الصبح، كان الجو باردا، وكانت في عتبة تلك العمارة المهجورة تجلس وأسنانها تصطك من البرد. مضى الرجل إلى بيته ثم عاد إليها ببطانية سرعان ما التحفتها، ولما استشعرت الدفء ابتسمت في وجه الحاج المهدي، لعلها لا تذكر له اسما ولكنها تعرف وجهه جيدا. قالت له: شكرا بابا. صمت مطولا، كان يغالب دمعه وهو ينظر إلى ذلك الوجه الصبوح الذي ينهشه التشرد. ابتسمت في وجهه ابتسامتها تلك التي يعرفها: لماذا لا تذهبين إلى منزلكم يا ابنتي؟ منزلنا؟ لقد أغلق بابه في وجهي منذ زمن بعيد، هنا منزلي في عتبة هذه العمارة الخريبة. لم يكن في كلامها ما يشي بجنون أو أي اختلال ذهني، كانت تختار كلماتها. كان الحاج المهدي يصغي إليها باهتمام، بدا له أن قصتها الحقيقية هي تلك التي يأمل أن ترويها له، يعد ما تداولته الألسن خرافات ومزاعم. أين كنت تسكنين؟ في المدينة. وهل لا زال في بيتكم أحد من عائلتك؟ كلهم هناك، ولكنهم اتفقوا على التخلي عني. صمت الحاج المهدي ليترك لها الفرصة لتحكي له عن كل شيء، وكذلك علم منها أنها قبل 5 سنوات تعرفت إلى شاب من أبناء الجيران. قالت إنها لن تقول اسمه لأنه إن علم فسيقتلها. ظنت أنه وقع في حبها، وقد استمالت كلماته الرقيقة قلبها، ثم صارت ترافقه في جولات وتلتقي به في مقاهي في المدينة، وكذلك دخنت سيجارتها الأولى، ومعه ذاقت الحشيش ثم الكوكايين، ولما رآها وقد أدمنت صار يبتزها. قالت إنها صارت تجلب له المال وكل شيء نفيس في البيت لقاء الجرعة من الكوكايين. انهارت وصارت تبكي. قالت إنه وعدها بالزواج وإنها ما زالت تنتظر. أخرجت يدها من البطانية التي التحفتها ومسحت عينيها بباطن كفها. يظن الحاج المهدي أن تلك اللحظة من صفاء الذهن لدى تلك المسكينة قد لا تتكرر. كان الحاج المهدي الذي لم يرزق الولد يسكن مع زوجته في منزل في حي الملاح، وقد قرر أن يستشير زوجته قبل أن يتخذ قرارا يظنه ذا أهمية. عرض على زوجته إيواء حورية بعد أن قص عليها ما سمعه منها. ترددت قليلا ثم وافقت، وقد قرر أن يسكناها غرفة بابها من حديد لها نافذة تطل على صحن الدار. في الغد وهو عائد من المسجد بعد صلاة الفجر عرج على زنقة معركة أنوال، لم يجدها هناك. على مدى 3 أيام ظل يمر من هناك، ولكنه لم يعثر لها على أثر، كما أنها لم تظهر في السوق. ثم علم من تجار أنها وجدت ميتة، وأن التشريح خلص إلى أنها كانت ضحية جرعة زائدة.